نفسك من بعض الناس اللي بيجيك في المزرعة قلت لك حمادي حمادي جبلي شاي جيب شاي تفتك منهم فقدون لك يهزون في راسهم مرتاح فقدون والله قلدك قلدك طبق الاصل الصراحه ايه وبعد الساعات يلبسونها الكابات التعبان قاعدين حماده تبي فلاك كوفي فلاك كوفي بلاك كوفي بلاك كوفي ها هلا حبيبي هلا حبيبي ابيها حقهم يا انت بيها ابا احمد يقول نبيها حق المزرعه بس انا سامعكم وانتم تحدثون وانا في الغرفه والنور يقول ابيها حق امه انا بشتريها عشان لا احد يذلني اوكي سوى عليها مزود نفتح المزود معك 99 زد عليهم 200 وانت انا اقول ب 300 وانت 320 راحت الله يبارك لك الله يرزقك النور تستاهل تستاهل اي قيمت في الموقع ب 200 وشوي اي قيمت في الموقع ب 200 وشوي والنور شراها ب 320 ما تذل يا شباب ما يذل ما يذل شارع شارع تفاهمه وياه يطلع ب 300 حبيبي تبي فلوسك؟ ايه تفاهم يا ابو دويش اسمع ايه لك 50 من الفلوس كيف ما نرجع ولا شيء وهذا زي وفيه بعد شاي داخل فيه شاي لكنك انك جوك يا ابو دويش جوك 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 يا ابو دويش كود الخصم MR1 يخصم لك 12% 12% عندي سؤال انا طبعا يا جماعه الخير القلايه هذه انباعت كثير 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 الرقم ماني متأكد منه لكن متجاوزة 1000 مبيع في خلال 10 أيام ما شاء الله الطلب عليها عالي والكمية محدودة يا جماعة الخير مريض عندي سؤال الآن يا جماعة الخير وصلنا اللون الشاي اللي نبي ارفع الفلتر بعد ما ترفع الفلتر تقدر تختار درجة الحرارة اللي تبي الشاي يبقى عليها لمدة 3 ساعات فلنفترض انه انا ابي الشاي يكون عندي على درجة حرارة 95 شوف الان بعد ما ضغطنا هذا الزر راح يبقى الشاي على درجة حرارة 95 لمدة 3 ساعات ما تنزل الحرارة ما شاء الله تبارك 3 ساعات 3 ساعات عطنا كوب خلينا نشوف شاينا ابشر 3 ساعات يا جماعة الخير راح يبقى الشاي بهذا اللون وبهذه الحرارة أمورك تمام التمام شوف شاينا جاهز وإذا بغيت تحط فيها كرع أي شيء طبعا احنا سوينا الشاي خفيف اللي يبي ثقيل يزيد الورق وفي بعد شيء يا جماعة الخير الشباب رواعي الاستراحات رواعي الديوانيات رواعي المجالس قلاية كمكسة خيار موفق للي يحبون الشاي يبقى على حرارة ثابتة لمدة 3 ساعات ما في شيء اسمه جدد الشاي رح جدد وغسل ما قلاية بقفي هنا بقفي قيلولة 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 لا تقفي وياي راح لا 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 نوري لا وسط صد عندك عندك لا 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 يطلع ولا شيء راح خلي فلوس تنفعكم يلا لا يكون الليلة بيخليكم تنامون كلكم عندي هنا لا حبيبي تعال الله يرحم والدك طلعت نحين اي تعال الفلوس اللي شريتها مو مدلل اجربها بشقه تعال تعال فلوس الفلتر
الهيتر وينهم؟ فلوس الهيتر خدتهم من ضيا، شوفهم موجودين. تعال تعال تعال، لا تأجر غرفة، تعال تعال. مو تشقت ذكائك؟ شقت ذكائي أثناء طر الطجران. والله ذكي، والله ذكي بدويش، صدق بس في معلومة ما تدرون عنها، فلوس الهيتر عند ضيا، راح أجر لك غرفة. راح راح والله عند ضيا، لا يضحك عليكم يا زجران، والله الفلوس عند ضيا، والله الفلوس عندك. عندي الفلوس، طلع الفلوس، طلعهم. عندي لان قلت انا بلعب عليه، قلت كذا عشان يقول لا خلاص خلاص. وين راح؟ راح راح ويا، روح اجر غرفه، روح اجر. ولك عين بعد تجي وتضحك وتقلب بنهدكم، كل ما قلب تسوونه مردود عليكم، تشوفون دخلني يا ايش دخلني مردود يا نوري واللي قفل الباب عليك تبيع الترمس شلون بنا احنا، ما ايش دخلني انا النوري واللي قفل. يعني انت خارج الموضوع بكيان، خارج الموضوع بكيان بكيان، زعلان والله ما عاش مني زعلك يا ابو كيان، يعني طالبك يا ابو كيان ترضى عني يوم كل واحد في غرفته، انا دخلت غرفتي وانتم دخلوا غرفاتكم، ايش دخلني انا؟ يلا خلي يفتح لنا، افتح علي، دخلوا غرفاتكم واحنا قاعدين بس امانه قد سمعت المثل ذا، اقران اشد من القتل. صح ما سمحت، بس خليني افتح نوري نوري هالوجه اللي عليك، بس ابي اعرف انا تسوي سويت شيء. اذا ترفعون روحكم احنا عرفنا نرفع روحنا، ما اعرف شو نسوي لك. انت مقطعتك انا كلام ما بكلم، تتعطل صوت مالي داخل انا النوري هو اللي قفل عليكم. دقيقه يا بدويش، انتم مو قايلين لي اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب نفتح المثل. ايوه الحقرون اشد من القتل. افتح، خلي يفتح، فخلي يفتح يا نوري نوري نوري. ترى معزومين، والله بنطلع معزومين عليك بالعافيه، ما بيلكم شيء، تجلس لحالك، لا تجلس بالحالية يا نوري، افتح، لا تخليني انزل للفندق الحين واسوي تشيك اوت الغرفه باسمي. راح اسوي تشيك اوت، مو بشيك اوت. طيب اسمع نوري، اسمع نوري، اسمع، والله بقول لك كلام مهم، والله بنروح مشوار حق رجال يعز عليك وطالبك بالاسم يا نوري. طالبني بالاسم؟ اسمعني بس، افتح الباب انت، خلنا نتفاهم بس. ايه اقول لك بنروح معزومين يا نوري، زين، والرجال يا نوري طالبك بالاسم، قال لي العم العم والاخ، العم والاخ، العم والاخ، العم والاخ. يلا يلا خلنا نتقهوى، لان احنا معزومين الساعه 9، باقي ساعتين، يلا ساعتين ما ادري ساعه ونص، ناقد نتقهوى. يلا اي شاي 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 شاي، الحين حار الهيتر. اي والله حار. يلا يلا ابو ريت نلعب لعبه، يلا نلعب. يلا نوري نوري، راح البقاله تكفى جيب لي مشروب بارد. لا لا خلها عندك بكيان، ما تقدم.